السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال الرقم الخاص بالواتساب الخاص بقناة الرافدين، والذي أيضا نستطيع من خلال البرنامج أن نعرض مشاركاتكم ورسائلكم. مشاهدينا الكرام، الموضوع سيكون اليوم عن أزمة كردستان، استمرار هذه الأزمة، رفض الحكومة في بغداد إيجاد حل لهذه الأزمة، رفض التعاون طبعا مع المحاولات الكردية من أجل حل هذه الأزمة، وبالتالي تعميق أزمة كردستان بمزيد من التعنت. الموضوع الثاني أيضا مرتبط هو تأثيرات الأزمة، أزمة كردستان، على المواطن الكردي والمواطن العربي على حد سواء. بالنسبة للعراقيين الذين يقطنون في كردستان في شمال العراق، أو في أيضا الذين لديهم ارتباطات، إن كانت تجارة، إن كانت صحة، إن كانت تعليم أو غيرها أو عمل، ما تأثيرات هذه الأزمة عليكم أنتم كمواطنين عرب، وأيضا على الأكراد بالنسبة للناطقين بالعربية الذين بإمكانهم أن يشاركون من خلال البرنامج. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أنت مع الإمام الحسين حينما تكون ضد أمريكا وإسرائيل وروسيا، تدافع عن أمة محمد، يزيد أشرف منك وقت اللي أنت بتكون خادم للصهاينة للأمريكان وللروس. سيد الرئيس، العلاقات مع الولايات المتحدة كانت في خيار عراقي. لا يتصور أحد أنه هو حسيني وهو يخدم الجيوش الغربية في بلاده، يخدم الجيش الأمريكي في العراق، يخدم الجيش الروسي في سوريا. مش السنة اللي عم يقتلوا الشيعة بالعراق. التفجيرات اللي قتلت الشيعة من 2003 حتى اليوم بالعراق كلها تفجيرات ذهبت من هون، من سوريا، من هذا الذي تدعموه، من هذا الذي تموتون في سبيله. أتعرفون هذا؟ هناك مشاريع قذرة، من وقف ضد الشعوب الإسلامية، من قتل أطفال المسلمين، هذا ليس مع الحسين، هذا عدو للحسين، في سبيل طغمة ظالمة مجرمة قاتلة، وأنتم تعرفون ذلك. لا في سبيل زينب، ولا في سبيل الإمام الحسين، ولا في سبيل رقية، كل هذا كذب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن الكتل الكردية في مجلس النواب أعلنت مقاطعتها لجلسات المجلس لحين تعديل حصة كردستان في الموازنة العامة. وفقا لمصادر في التحالف الكردستاني في البرلمان، الكتل الكردية جددت رفضها للموازنة بصيغتها الحالية، واعتبرتها مجحفة بحق كردستان. ولفتت أيضا إلى أن حصة المدن الكردية قليلة جدا، إضافة لتعامل الحكومة في بغداد مع المحافظات كوحدات إدارية تابعة لها، وإلغائها كيان كردستان، وعدم إدراج تخصيصات البيشمركة بحسب الكتل الكردية. إذن حكومة بغداد بتصرفاتها هذه بقيادة طبعا حيدر العبادي ترفض، من الواضح طبعا أنها ترفض حل هذه الأزمة إلا وفق شروطها هي، وشروطها لا تتناسب مع شروط الأكراد، وأيضا لا تتناسب لخدمة الموضوع القاضي بحل الأزمة، وبالتالي هي تعمق من أزمة كردستان، وبالتالي هي تزيد من الاحتقان في كردستان بالنسبة للوضع الاقتصادي المتدهور الآن، الغضب الشعبي تجاه تأخر صرف الرواتب وغيرها. هذه الأمور تنعكس سلبا على حياة المواطن. حكومة تتصرف وفق أهوائها، ولكن هذه التصرفات طبعا تنعكس بالسلب على الواقع المعيشي بالنسبة للمواطن العراقي في كردستان. أربيل بدورها قالت إنها مستعدة للحوار مع بغداد لكن بشروط، وأكدت أن إعادة فتح إيران للمعابر مؤشر على انفراج قريب للأزمة. المتحدث باسم حكومة كردستان سافين دزي قال إن ملف المعابر والمطارات والنفط من بين الملفات المطروحة للنقاش من خلال لجان فنية قد تفضي لإدارة مشتركة للمعابر، وأضاف أيضا أن حكومة كردستان على استعداد لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية ضمن سقف الدستور في أي وقت.
وأشار إلى أن الحوار لا بديل عنه لحل الأزمة. طبعا ذهبت وفود كردية إلى بغداد من أجل لقاء حيدر العبادي، ولكنه رفض مقابلتهم وقال بأن هذه الأطراف غير معنية بالأزمة. الأطراف الحقيقية المعنية بالأزمة هي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، هذان الطرفان هما المعنيان بقضية الأزمة، إن كان النقاش سيتم يجب أن يتم معهما. وتحديدا كان الموضوع على حكومة إقليم كردستان الحالية، هي الطرف الذي يجب أن يجلس مع حيدر العبادي وفق ما صرح. طبعا هذا الموضوع يؤكد أن حيدر العبادي يريد أن تأتي إليه هذه الأطراف، يعني تحاول هي أن تحل الأزمة، تحاول هي أن تتنازل، يحاول الضغط عليها بشكل أكبر حتى يكسر شوكتها، وبالتالي تصبح في يديه أداة من الأدوات المستخدمة طبعا في المستقبل. أيضا بالنسبة للتحالف الوطني، طبعا بالنسبة للحكومة في بغداد، مصادر في التحالف كشفت عن احتمال التوصل إلى حل الأزمة بين بغداد وأربيل بالقريب العاجل. صحيفة الشرق الأوسط نقلت أن الجانبين بصدد تشكيل لجنة من 7 أعضاء، 5 منهم من بغداد و2 من كردستان، لمراجعة الملفات السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود والمطارات والنقاط الخلافية الأخرى بين الطرفين. وأيضا لم يستبعد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو إمكانية توصل بغداد وأربيل إلى حل قريب للأزمة في حال أبدت حكومة بغداد بعض المرونة. هذه هي المرونة التي يبحث عنها الأكراد. إذن الأسئلة المطروحة بهذه الحلقة مشاهدينا الكرام: ما أسباب استمرار حيدر العبادي برفض حل الأزمة وبالتالي تعميق هذه الأزمة أكثر في العراق؟ والسؤال الثاني: كيف تؤثر الأزمة في كردستان واستمرارها على الواقع المعيشي بالنسبة للعراقيين العرب والأكراد على حد سواء؟ ننتظر مشاركاتكم. معنا اتصال السيد صلاح الدين من أربيل، تفضل حياك الله. الله يبارك فيك أخي الكريم، السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أولا وأنا أستمع إلى تعليق جنابكم حول قرار العبادي، أنا أعتقد القرار هو ليس للعبادي، والعراق ضمن مشروع إقليمي تقوده إيران، فالقرار هو إيراني. نعم. المسألة أخي الفاضل أن العبادي واضح حتى تصرفه في يعني العسكرة التي اقتحم بها مناطق متنازع عليها هو لم يكن قراره، والمتابع لتصريحات سيد مسعود برزاني أن موقف العبادي من الاستفتاء كان موقفا يعني أقل ما يقال فيه موقف متراخي ولم يبدي معارضة، ولكن عندما أصبح الاستفتاء على أرض الواقع سمعنا من يقول أن الاستفتاء هو سبب معارضتهم الرئيسية، الاستفتاء أنه يستهدف إيران، وإذا تقسمت إيران ذهب المشروع الشيعي. فالمسألة أخي الفاضل هي مشروع العبادي وحكومة إيران في بغداد هو مشروع إقليمي وليس وطني، وهو يريد أن يستثمر الظروف الدولية والإقليمية التي كانت معه، إن كانت أمريكا أم تركيا أم إيران، هو يريد أن يستثمر للوصول إلى دكتاتورية الطائفة. ومعروف جدا أن العراق لا يمكن أن يحكم إلا بالتوافق، ولا يمكن أن يكون إلا عراق للجميع. مشروع العبادي للأسف الشديد هو اختطاف العراق لدكتاتورية جديدة، وهذه الدكتاتورية ستصب في مصلحة إيران. سيد صلاح الدين عفوا إذا سمحت لي، يعني إذا تكلمنا عن مبدأ الغالب والمغلوب، يمكن القول نظريا أن حيدر العبادي أو حكومة العبادي أو المشروع الإيراني كما وصفته انتصر على فكرة الاستفتاء وفكرة استقلال كردستان، ولكن الآن المرحلة الحالية هي محاولة الأكراد لحل هذه الأزمة لكي يعود الوضع الاقتصادي إلى حاله، أو يعني يكون هناك انفراج لهذه الأزمة بسبب الاحتقان الموجود في كردستان. الأكراد الآن ربما انخفضت طموحاتهم إلى موضوع حل هذه الأزمة، فتح المعابر وإعادة المطارات، هذا كل ما يدور حاليا. لماذا يتعنت العبادي إذن؟ موضوع الاستفتاء خلص أصبح موضوعا جانبيا الآن، ربما أيضا ليس في أجندة الأكراد لفترة طويلة. نعم، وهذا هو السبب الرئيسي الذي نقول أن مشروع العبادي هو مشروع إقليمي وليس وطني، لأنه لو كان فعلا السبب في الاختلاف بالآراء والأزمة الحاصلة هو الاستفتاء عمليا انتهى،
وكان يجب على كل الإجراءات المترتبة على الاستفتاء أن تنتهي، ولكن العبادي وحكومة إيران في بغداد تريد أن تستغل هذه الأزمة لترسيخ أقدامها وأقدام المشروع الإقليمي، فهي تذهب الحقيقة أبعد من ذلك وتذهب إلى السيطرة التامة على أقليم كردستان وجعله محافظات تابعة للمركز، بل ويذهب أبعد من مسألة الكرد وأقليم كردستان. هو يطالب إحدى المطالبات في نقاطه 13 التي وضعها كشرط لبدء الحوار هو تسليم كل المطلوبين، ومعنى تسليم كل المطلوبين معروف وواضح جدا أن الذين هربوا من بطش هذا النظام ومن بطش ميليشياته ومن بطش هذا القتل والتهجير وذهبوا إلى أقليم كردستان عاشوا في نعم الأمان، النظام يطالب بهم لكي يحاكمهم ويتخلص منهم كما تخلص من شركاء الأمس إن كانوا الكرد وإن كان طارق الهاشمي أو غير طارق الهاشمي بشتى التهم الرخيصة والتافهة التي لا يقام عليها دليل. طيب. ولكن هو بالنهاية يحتج بهذه الوسائل ويستغل سلطة المركز للتخلص من كل المناوئين في سبيل الانطلاق بمشروع أقليمي وهو مشروع إيران. سيد صلاح الدين، هناك أحد الأشخاص شاركنا على الواتساب الخاص بالبرنامج أرسل رسالة يقول: بغداد تعتبر أزمة كردستان ورقة انتخابية لرئيس الوزراء، وستحل الأزمة في الوقت الذي تستفاد منه حكومة بغداد لتعتبر نفسها راعية لجميع العراقيين. هل تتفق أم تختلف مع هذا الطرح؟ لا أخي فاضل، يعني مسيرة 13 و14 عام من عمر الاحتلال يثبت على أن هذا هو نهج هذه الحكومة منذ اليوم الأول. وأنا دائما أشير إلى حنف إبراهيم الجعفري بالقسم ومحاولته تغيير القسم منذ الأيام الأولى وحتى قبل الانتخابات وحتى قبل إصدار قرارات مجلس الأمن. هذا هو نهجهم هو كسب الوقت وكسب المزيد من النفوذ للسيطرة على الطرف الآخر وإرغامه على الانصياع لهذا المشروع. هذا مشروع إقليمي يتجاوز حدود العراق، وأي فهم أو قراءة لهذا المشروع خارج هذه الأطر أنا باعتقادي هي قراءة خاطئة وسيدفع ثمنها العراقيين الشرفاء. طيب، عندي سؤال لحضرتك. حيدر العبادي أو مكتب الإعلامي لحيدر العبادي قال بأنه استجابة الحكومة لتخفيض سقف شروطها خلال المفاوضات التي ستجري بين بغداد وأربيل أمر مرفوض، وأكد أن الحكومة تريد تطبيق ما على أربيل من التزامات قانونية. بالمقابل المتحدث باسم حكومة كردستان يقول أربيل على استعداد لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية ضمن سقف الدستور. طيب، العبادي يريد تطبيق ما على أربيل من التزامات وفق القانون، وأربيل تريد أن تأخذ استحقاقاتها وفق الدستور، ما هو نفس الشيء؟ يعني بس خلينا نفهم على أي صيغة سيتفقون، على أي قانون سيلجؤون إذا كان هو دستور واحد وقانون واحد؟ هو الحقيقة أخي الفاضل الدستور الذي سار عليه هذا الحكم هو دستور القوة ودستور الممكن، والطرفين لديهم خلل في الدستور، وربما خلل حكومة المركز أكثر بكثير من الإقليم. وحكومة حكومة بغداد تمارس بالممكن كما قلت، وتمارس القوة وتمارس سياسة الأمر الواقع، وهي أخلت بأمور كثيرة في الدستور ليس فقط بحق الكرد ولكن بحق جميع العراقيين، من تعيينهم للوظائف الكبرى، من امتلاكهم للوزارات، واصطلاع المالكي بثلاث أو أربع وزارات لمدة سنين، من غشهم في مسائل الانتخابات. وهم الذين أهانوا الدستور، وهم الذين أخلوا بالدستور، وهم الذين يجب أن يبدأوا بأنفسهم. ولكن للأسف كما قلت القانون بدون قوة تدعمه تبقى فلسفة، ولأنه القوة من جانب العبادي فهو يقول ما يشاء أن يقول ويفعل ما يشاء أن يفعل، لأن ليس هناك رادع للأسف الشديد. طيب، سأعود لك بعد قليل، أرجوك أن تبقى معي. أنتقل للسيد أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يسلم. حول أسرار العبادي، هذا المجرم هو إذلال العرب بصورة عامة. يعني اللي صار بالعراق مو شوية،
هم هم غرضهم تفريق البلد، يعني تفرقه البلد، يعني اذلال الناس. الاكراد شنو يعني اذيتهم؟ ناس محترمين وناس اشراف بيهم، فهم دي يذلوهم، يعني الباقي منهم يعني دي يذلوهم في سبيل شنو؟ يا احنا كيف نحن نعطيكم قد ما احنا نريد نعطي؟ يعني هذا اذلال. نعم. هو وحتى السياسيين الاكراد ما يعرفون يصرفون، يعني دخلوا نفسهم بمعمعه، يعني مو سهله يعني واحد يحلها. يعني قاسم سليماني قشمر هذا المسعود قال له خلينا نسوي استفتاء ومتفق ويا الحكومه يا العميله. طيب ابو حسن، هسه احنا افتهمنا واتفقنا انه هذه ازمه يعني مدارة إقليميا، ولكن خليني أسألك، شلون أثرت هذه الأزمة حتى هذه اللحظة، طبعا هي مستمرة، على حياة الناس المدنيين؟ يعني الحكومة لما تدخل بقضية سياسية وتدخل بصراع سياسي، ألا يجب أن تنظر إلى الواقع المعيشي للمدنيين، التأثيرات الصحية، العمل، السفر، يعني التقييد، حصار، شبه حصار مفروض على كردستان. طبعا هناك عرب في كردستان في شمال العراق، وايضا الاكراد اللي متواجدين في محافظات وسطى والجنوبيه، وقضيه تنقلهم وقضيه معاناتهم بالتعامل مع واقع حال اصبح يفرض عليهم. شلون تتابع استمرار هذه الازمه بالنسبه للمدنيين العراقيين عرب واكراد؟ والله هم يعني هو ابتلاء صراحه، ابتلاء. هم هذول مبرمجيهم، صدقني يا اخي هذول مبرمجيهم، يعني كل وقت يطلع لك ازمه بين العرب العربي والكردي والمسيحي والتركماني والاشوري، فهذا غرضهم اذلال، والله غرضهم اذلال. وتفرقه النسيج العراقي، يعني انا عشت ويا الاكراد ناس يعني محترمين مسالمين، عشت ويا المسيح ناس محترمين ومسالمين، نعم، عشت ويا بعض الناس مسالمين، بس هم غرضهم اذلالهم يا اخي. نعم، شكرا جزيلا سيد ابو حسن. اعود للسيد صلاح الدين من جديد. يعني ابو حسن من بغداد يقول الموضوع هو اذلال للعراقيين، ان كانوا عربا ان كانوا اكرادا ان كان من اي طائفه ان كان من اي قوميه. طيب، هل يمكن سيد صلاح الدين، هل يمكن القاء اللائمه فقط على الحكومه في بغداد؟ اربيل تعنتت واصرت على اجراء الاستفتاء، الا يجب ان تتحمل الوضع الذي يعيشه العراق الآن، هذه الأزمة، هذا الحصار المفروض على الأكراد، على كردستان، على محافظات شمال العراق، على المعابر؟ لماذا أصرت أربيل بهذا الشكل؟ وربما يعني من هناك من كان يعلم طبعا أنه الموضوع هذا غير صالح في وقته عندما حدث، ألم توجد دراسة مستقبلية لهذا الموضوع، السلبيات والإيجابيات؟ لماذا أصرت أربيل بالدخول في هذا الطريق والآن هي تدخل في مرحلة الـ يعني خفض الرأس للعاصفة كما يقال أو بهذا الشكل؟ نعم، هو أخي فاضل بلا شك أن توقيت الاستفتاء كان خاطئ، وللأسف حكومة إقليم كردستان لم تبني هذا التوقيت على معطيات واقعية على أرض الواقع، وربما كانت أقرب إلى لعب القمار. النجح نجح، وربما كانوا يحولون على ما حدث في بداية عهد الاحتلال عندما رفضت الفيدرالية ثم قبل بها، وهذه الجملة ترددت أكثر من مرة على لسان القائد الكرد. نعم هم أخطأوا، ولكن أخي الفاضل عندما الإنسان يخطئ ويدفع ثمن الخطأ، أما أن يدفع ثمن الخطأ مضاعف ويدفع ثمن أخطاء سابقة وأخطاء مستقبلية، هنا الإشحاف. نعم هناك جانب إذلال القيادة الكردية، وبالذات المستهدف فيها هو السيد مسعود برزاني، لا لأنه مسعود برزاني فقط، ولكن لأنه هو الوحيد الذي كان يستطيع أن يقول لا لمتطلبات إيران، طلبات إيران، والمعروف أنه في بداية أزمة داعش طلبت إيران ممر ضمن أقليم كردستان يصلها بسوريا، رفض مسعود برزاني ورفض طلبات كثيرة. فهي الحقيقة المستهدف فيها هي لا التي كان يمتلكها فقط مسعود البرزاني، وإزالة مسعود البرزاني عن الطريق وإعطاء درس للباقين هو فقط، أنا باعتقادي الهدف الرئيسي هو لفتح الطريق أمام مشروع إيران، منع الآخرين أن يفعلوا كما فعل مسعود البرزاني.
السيد صلاح الدين من أربيل، أنا أشكرك شكرا جزيلا، مشاركة قيمة كنت معنا بالبرنامج، شكرا للمشاركة. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل حياك الله. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك محمد؟ حياك الله أبو فيصل. تحية لك يا محمد، تحية القناة الرافدين، تحية للمتصلين، تحية الكادر القناة. الله يسلمك، حياك الله. الله يعني. والله محمد، هي بالنسبة كما قال الأخ صلاح الدين من أربيل المحترم، هو يتابع إيران، النظام اللي الشعب العراقي شعب يحب الحرية ولا يقبل الظلم، لكن النظام العصابات الإجرامية التي شكلها الخامني الملعون ابن الملعون، هي عصابات تابعة للخامني. بعدين عندك حجر العباد، حجر العباد هو نفس قيس الخزعلي، نفس المنهج، نفس الإجرام، كلهم نفس هادي العامري، نفس كل عصابات. هي شفت هادي العامري هذا القذر ما باع خور عبد الله، ولم يتكلم العبادي، هم نفس الشيء، كلهم مجرمين. الله يخلص الشعب العراقي منهم ان شاء الله. ابو فيصل، اريد اسالك سؤال عن موضوعين. الموضوع الاول، شلون تشوف الدور العربي تجاه الأزمات اللي يمر بها الشعب العراقي؟ أنت برأيك لماذا تظل الحكومات العربية تنظر إلى الوضع في العراق ولا تتدخل؟ هذا سؤال. والله يا محمد، هذا هو السؤال المهم. يعني احنا نبغى إن شاء الله الدول العربية لا تدخل. هي الدول العربية لو سكتت، لكنها لا تخلى عن العراق أبدا. لكن نطلب ان شاء الله ان نساعد الشعب العراقي، والشعب العراقي هو جمجمه العرب، لازم يساعدون الشعب العراقي، الشعب العراقي مهم. طيب، هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني سيد ابو فيصل، اذا سمحت لي، ايران هو بعيد شوي عن الموضوع، ولكن خاصه بظل الازمه السعوديه الايرانيه خلي اسالك. ايران هسه حاليا فيها تظاهرات غضب كبير، طبعا تشتعل التظاهرات من مكان لاخر. هل ربما سنرى دعما سعوديا لهذه المظاهرات برايك؟ مهم للدول العربيه المفروض يدعمون لصالح ايران في الدرجه الاولى. الشعب الايراني عاش 40 سنه من الاضطهاد. اول ما دخل الدكتاتور الايراني المجرم هذا، هو شوف الشعب الايراني وصل لقناعه استوى عنده الحياه والموت، لا بد يخلص من هذا النظام، لانه النظام فاسد. نظام اجرامي. ومن الدول العربية، مصلحة الدول العربية تدعم الشعب الإيراني من أجل أن يستقل الوضع. يعني هاي فرصة الدول العربية حتى تخلص المنطقة من شرور إيران. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. معنا السيد أبو أيمن من عمان، تفضل. يسعد مساءك حبيبي. الله يسلمك، حياك الله. أخباركم إن شاء الله زينة. الله يبارك فيك، الحمد لله. تفضل أبو أيمن. سألت أنت الرجال اللي كان قبل السؤال عن الدول العربية. نعم. هل تتوقع انه في دولة عربية تمون على حالها؟ هل تتوقع انه في حاكم عربي من اقصى المحيط الى اقصى الخليج يمون على حاله؟ هذول كلياتهم كالبيادق يسيرون بامر من امريكا، وانا قد كلامي ومسؤول عن كلامي. ثانيا، مشكلة الشعب العربي هون عنده مضغوط عليه. يعني لو انا طلعت حكيت كلمة تفسر انه انا بشتغل ضد النظام اللي انا عايش فيه. نعم. فبنحط بالسجون بسبب الكلمه هاي، انه انا عميل او معادي للدوله. طيب، ولكن هناك قضايا سيد ابو ايمن، هناك قضايا لا تستوجب كل هذا الخوف من طرحها. يعني مثلا قضيه دعم العراق، دعم الشعب العراقي. الشعب العراقي الان يعاني، لدينا أكثر من 4.5 مليون مهجر عراقي في الداخل، خارج بيوتهم وخارج مناطقهم. أزمة كردستان، الحصار الاقتصادي الآن على الأكراد، العراقيون الذين يقتلون ويموتون جوعا في الوسط والجنوب العراقي بسبب الفقر والفساد والميليشيات. هذه قضايا تحتاج التفاتة عربية إليها. لن تضع أحد بالسجن. مجرد تذكير العالم بوضع العراق بالذي يمر به الشعب العراقي. نعم، هاي جوابها سيدي ببروتوكولات حكماء صهيون. جوابها موجود ببروتوكولات حكماء صهيون. تدمير بابل واللي هي مقصود فيها العراق، تدمير اليمن، تدمير ليبيا، تدمير سوريا. نعم. هاي الموجودة، لأنه هاي الدول فيها ناس كانت قادرة على أنه تعمل تغيير. هلأ لما دمروا سوريا، ولاحظ
لاحظ انه بالغوطه الشرقيه عم بضربوا فيها وراح نشوف قلت لك قبل مره هاي راح يجي يوم يطلع عفوا يذوب الثلج ويبين لتحته ويكون لتحته بالغوطه الشرقيه انه الناس كلها ممسوحه مع الارض، بمعنى اخر انه الثلج تمشي عليه بين عظام بني ادمين ولحمهم زائد الزفت اللي راح يحطوه فوقهم. سيدي انا مش متشائم، انا من الناس اللي دائما بتساءل والله لو واحد بالعراق طلع وقال لا للملالي ماشي ببلش اتساءل هناك، وبرجع وبقول لك اقوى شعب عربي، اقوى شعب عربي موجود اقوى منا احنا ماشي هو الشعب العراقي بشقيه، الشيعي اولا والسني ثانيا. اما بالنسبه للاكراد سيد الكريم فهم الاكراد انا سبق قلت لك اياها انهم هذولا مسمار جحا في يد الغرب، لن تقوم لهم دوله بالتاريخ، لن يقام دوله للاكراد، والسبب في ذلك مش العراق ولا ايران ولا تركيا ولا سوريا، السبب في ذلك امريكا والغرب. بعدين عمليا حقيقه الغرب الحرب اللي صارت حاليا هون اوروبا زهقت من الحروب وتعبت منها، فالحرب العالميه الثالثه راح تنقل الى ارضنا هنا، وحقيقه راح تكون بسوريا بسوريا بسوريا. شكرا يا ابو ايمن، شكرا يا ابو ايمن، كنت معنا من عمان. نتمنى طبعا ان هذا الموضوع لا يحدث، ولكن هناك قراءات للمشاهد بشكل عام، ويعني بالأخير الله أعلم الذي سيحدث. عموما المشاهدين الكرام نحن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، أرجوكم ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، إذن مستمرون معكم بهذه الحلقة حول موضوع أزمة كردستان، استمرار هذه الأزمة، لا توجد حتى هذه اللحظة بوادر لحلها، لا يوجد أي بوادر لانفراج هذه الأزمة، الوضع حتى هذه اللحظة هو وضع معتم. الحكومة في بغداد، حكومة العبادي، ترفض تطبيق حل أو إيجاد حل لهذه الأزمة إلا وفق شروطها. الأكراد لا تتناسب معهم هذه الشروط بشكل كامل، ربما قد يتفقون على بعضها، ربما يختلفون على بعضها الآخر، وبالتالي لا يكون هناك اتفاق كامل ربما، وأيضا ستستمر هذه المفاوضات. السؤال هو كما طرحنا في بداية هذه الحلقة، أسباب إصرار الحكومة في بغداد على استمرار هذه الأزمة على وضعها الحالي. هناك آراء قالت بأنه هذا الموضوع يخدم المشروع الإيراني في العراق، يخدم الاستراتيجيات الغربية، المشروع الإيراني والخطط الإيرانية التي طبعا تسير بها وتمشي أو تمضي بها في العراق وفي باقي المحيط العربي. ليس من مصلحة إيران أن يكون هناك استقرار في كردستان، وبالتالي استغلت هذا الموضوع فرصة لإثارة المشاكل، إعادة المشاكل القديمة، وأيضا خلق مشاكل مستقبلية. هذا رأي. هناك رأي آخر يرى بأنه هذه هي لعبة يقوم بها العبادي ربما لأغراض انتخابية، خدمة لطبعا استحقاقات الانتخابية القادمة، وخدمة لنفسه ولحزبه، وبالتالي رفع من سقف أصواته. هذه آراء متعددة، نستمع الآن أو نقرأ بعض الآراء الأخرى الخاصة بهذا الموضوع. يقول أحد المشاركين السيد مبروك من الإمارات، تحية لك أخي محمد ولقناتكم البطلة وكاديركم الأصيل الشهم. أخي محمد، فكرة الغالب والمغلوب هي لا تنتخب هؤلاء لأنهم قتلوك، لأنهم قلت لك سابقا فاشلون في إدارة دفة العملية السياسية بالعراق، لأن ولائهم محسوب لإيران من المالكي للعبادي، وهذا دليل أن مشروع سينهار بانهيار نظام الملالي بإيران، فيجب على الشعب الوعي بخطرهم وعدم الانجرار وراء أفعالهم الطائفية وراء ممارساتهم أو ممارسات حشدهم الطائفي. ولك كل التحية أخي محمد ولقناتكم البطلة الكادر الأصيل. شكرا جزيلا سيد مبروك من الإمارات. معنا اتصال،
السيد أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولكل كادر قناة الرافدين الوطني. حياك الله، أهلا وسهلا أخوي أستاذ محمد. الحكومة العراقية بدأت شوية شوية، هم هاي طبيعتهم طبعا يغدرون بشركائهم، هاي طبيعتهم ما بيها مجال، ما عندهم حليف غير ولاية الفقيه. وكل الزيان يعرفون اللي دي يسووه بأقليم كردستان هو معاقبة كل الشعب الكردي والملايين الملايين من العرب اللي نزحوا لأقليم كردستان. نعم. قرروا تخفيض حصة كردستان من الميزانية حتى يبدأون يسرقون هم وعوائلهم الفارق من حصة كردستان بهاي الميزانية. ناس أوباش مثل ما يقول العراقيين، ما عندهم لا صاحب ولا صديق، وكل شيء تقرر الحكومة العراقية، أنا برأيي أقول يعني كل شيء تقرر الحكومة العراقية هو بتوجيه من إيران. إيران اللي الغالبية العظمى من دول العالم تقول بأنهم يتدخلون بشؤون دول المنطقة وزرعوا الطائفية بالعراق ودعموا حزب الله بلبنان وبلسان عميلهم طبعا هذا حسن نصر الله، وتدخلهم باليمن ودعمهم للحوثيين والبحرين والسعودية وسوريا. بس الحكومة العراقية وأتباعهم يا سبحان الله بس هذولة يقولون لا. يعني بالنسبة للقضية الإيرانية طبعا هم لو كان الموضوع هو إصرار حقيقي على إبعاد إيران عن الساحة لو بعدت، ولكن مجرد تصريحات. إيران ما زالت تمضي بمشروعها و يعني تسير وفق الخطط المرسومة لها. طبعا أستاذ محمد هي ماشية بمشروعها والخطط المرسومة إلها، ولكنه اللي المشكلة اللي نعاني من عندها هم هذول أذيالهم اللي تابعين إلهم اللي ما يخلون مجال الواحد ينتقدهم. يعني حتى ذاك اليوم أنا حكيتها قبل يومين يمكن، هذا عباس البياتي شلون رد عليه النائب البحريني، وقبل يومين تقريبا يمكن قبل يومين هذا طلع مدري شو اسمه هذا صولاغ مدري بكر باقر مدري ليان، هم ما شاء الله عندهم هواية اسماء ما نعرفهم منين. اي نعم. يقول يعني هو يعني دا يحارب حتى الشعوب. اي نعم. اللي طالب بالعيش الشريف، وخصوصا صرح الاحتجاجات والمظاهرات اللي طلعت بعدة مدن إيرانية. نعم. يقول هاي المظاهرات والتظاهرات والاحتجاجات ستفشل بقوة الحديد، والحشد الشعبي راح يكون إلى دور كبير بقمع هاي التظاهرات اللي تريد إسقاط ولاية الفقيه. روحي لها الفداء يا سبحان الله، ما أعرف هاي روحك فداء لمن، سيدنا علي لو سيدنا الحسين لو الخميني لو السيستاني، والله تاهت علينا. وخلي يحضرون نفسهم السياسيين السنة، ترى ما لهم أمان من ليست لهم أي مشكلة العراقية. أي مشكلة في تكفير وشيطنة ووصف أي شخص يتظاهر ضدهم بإرهابي وداعشي، وحتى وصفه بناصبي إذا اقتضت الضرورة من أجل إحباط أي مخططات تقف في طريقهم، خاصة أن نتحدث طبعا عن إن كانوا الإيرانيين الذين يتظاهرون أو حتى شيعة العراق الذين خرجوا بمظاهرات. فهذه سياسة متبعة طبعا بشكل عام. عموما أنا أشكرك سيد أبو ناصر. معنا السيد أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لك أخي محمد ولكادر قناة الرافدين وللمشاهدين. حياك. أنا أتفق مع الأخ أبو ناصر من تركيا. كلامه 100% صح، هم يغدرون هذا طبعهم، يعني الغدر في دمهم. يعني إذا تقرأ التاريخ، عندما طلبوا الإمام حسين رضي الله عنه عندما وصل كربلاء غدروا به وقتلوه، وإذا تقرأ عن سيرة ابن العلقمي كيف غدر بالخلافة العباسية. فالأكراد أيضا أخطأوا خطأ جسيم عندما تعاونوا مع هذا الحكومة الطائفية وشاركوا في هذا الحكومة. أنا كنت أتوقع أنهم سيغدرون بهم، لأن الصفويين الإيرانيين هذا طبعهم. بكل تأكيد أنا أعتقد أن عبادي يتحرك بأوامر إيرانية ويستخدم التقية، يستخدم التقية من جهة مثلا مثل ما قلنا، يعني يقول الحشد الشعبي أمل ومستقبل العراق، ومن جهة يقول إنهم لا يشاركوا في الانتخابات، يستخدم التقية وبعدين يسمحوا لهم أن يشاركوا في تشكيل الحكومة، وأيضا راح يزوروا الانتخابات. فأنا أعتقد إن نهايتهم بإذن الله قريب، لأن الله عز وجل توعد الظالمين، لأن ظلمهم إحنا نرى اللاجئين المساكين الأطفال الأبرياء
أهل موصل والرمادي كيف يتعذبون. فأنا أتوقع أن نهاية ملالي طهران قريب، وإن شاء الله سينتهي عندما ينتهي الإيرانيين عبادي وأتباعه إن شاء الله لن يتمكنوا من حكم العراق بإذن الله وتعالى. شكرا سيد أبو عبد الله، كنت معنا من لندن. هناك طبعا ولهو الموضوع يعني هو بارتباط بشكل عام، خاصة بعد أن يعني رأى البعض من المتصلين والمشاركين أن موضوع أزمة كردستان هو مرتبط بإيران. هناك تعويل على المظاهرات في إيران لكي تنجح وتنفذ مخططاتها بإزاحة هذا النظام، بالتالي هناك تعويل عراقي وآمال عراقية معلقة على إزاحة هذا النظام لتزاح معه كل الميليشيات وكل الأطراف المستفيدة من إيران والمرتبطة بإيران. يعني لا يجب فقط أن نتمسك بهذا الموضوع، يجب على العراقيين أيضا أن يتحركوا من أجل خلاصهم، يعني كما يتحرك الإيرانيون الآن لخلاصهم من هذه الطغمة الفاسدة والحاكمة في إيران، نفس الشيء هي انشقاق من الرئيسي. يعني ما يحدث في العراق هو جزء من يعني هو فرع من الأصل الموجود في إيران، وبالتالي هناك من يرى بأنه على الشعب يتحرك ويطبق ما يفعله الإيرانيون من أجل أن تكون ضربتين في آن واحد موجعة للنظام الإيراني للخلاص منه ومن ميليشياته. أحد المشاركين يقول: أخ محمد، أغلب الشعب يعلم أن السياسيين كلهم عملاء وسراق ودمروا العبادة والبلاد، أما يكفي تدمير العراق في الوسط والجنوب والآن يحاولون تدمير الشمال، إنه عمل مقصود وبأوامر إيرانية، وإلا من 2003 وهم يتناقشون حصة نفط كركوك لماذا الآن خلقوا الفتنة؟ يعني من 2003 هم يتناقشون على موضوع أزمة كركوك، لماذا الآن وجد الصراع والأزمة؟ أليس الأكراد موقفهم مشرف باحتضانهم للنازحين وإيوائهم؟ أما يكفي يا شعب يا شرفاء تقادون وتركعون للتجار دين وسراق وهم أذلوكم، والله عيب وخزي. يكمل أيضا يقول: خرجت مناشدة من أهالي الأحواز المتظاهرين ضد حكومة الملالي في إيران إلى العشائر العراقية الشيعية ألا يرسلوا أبنائهم اللي بالحشد إلى الأحواز ليناصروا حكومة إيران ضد أبناء عمومتهم وهم جميعهم من الشيعة. أي خسة ونذالة لمن يناصر الظالم ويقتل ومن هم من لحمه ودمه؟ أهذا دين؟ أين آل البيت من هؤلاء الخونة للإسلام والمسلمين؟ معنا اتصال السيدة أم محمد من السليمانية، تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد عيني. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم لطلع معاناة العراقيين. عيني أستاذ محمد، على مود الأزمة هي مع الأربين وحكومة بغداد. نعم. زين انتوا الحكومه بيناتكم، زين ليش راتب الشعب ما تنطوه؟ ازمه ماليه مو طبيعيه صايره عندكم. نعم. يعني ما عندهم رواتب، انا هنا صار لي 12 سنه وياهم، هسه حاليا والله ما عندهم رواتب. نعم. انت احسن ما تبوقون، انطوا رواتبهم، عددهم كلش قليل، مو هوايه. ام محمد، ليش برايك انه ام محمد ليش برايك انه حكومه العبادي او حتى المالكي كانت هسه من بدات استلمت السلطه حكومه العبادي، لما صارت العمليات العسكرية على الأنبار وعلى صلاح الدين وعلى ديالة وعلى نينوى الموصل ما اهتمت بالمدنيين الموجودين، كان أهم شيء عندها أنه تنفذ عملية عسكرية تطلع للإعلام تقول خلصنا من داعش، بس شيء صير بالمدنيين بعد ذلك مو مهم. الآن نفس الشيء، موضوع أزمة كردستان هي فرضت حصار على شمال العراق، المعابر مسدودة، المطارات سفر دولي ماكو، سفر محلي فقط، والآن أزمة رواتب. طيب الحكومة من تثير أزمة، ليش ما تلقى لها حل؟ ليش ما تستثني المدنيين من هذا الحل من هاي الأزمات؟ ليش الموضوع واقع فقط على رأس المدنيين؟ نعم، هي هم خلصوا المدنيين، خلصوا هسه أقول الحكومة خلصت بيناتها، بس هي كنا خلصت النوب، رجعوا على كراد، هم رجعوا هسه على كراد، هسه كل شيء حاصرهم على المطارات، على الحدود، على كل شيء هم محاصريهم للأكراد. زين هم انتم حكومه بيناتكم، حكومه سياسيين انتم بيناتكم، نعم انتم بيناتكم، هذا الشعب ليش ما تطور رواتبه؟ هذا الشعب طول راتبه، شنو كل يوم والله احنا نسوي جرد،
هم كلهم عندهم رواتب، اعطوهم رواتب عوائل تتلها الجوع، صدقني استاذ محمد تتلهم الجوع والله العظيم. هذا مخبر ما يقدرون يستوقون، انا هنا دا اشوفهم والله العظيم يعني تبكي على حالهم. حيدر العباده هذول متى معان، هذا مثل ضحاك النهار، هذول يضحكون على الشعب مالتهم. ان شاء الله ايران، ان شاء الله ايران تنقلب الايه عليها، وان شاء الله تكون ايران تحترب والحكومه تطلع من هذا. شوف حكومتنا شلون الشعب مالتنا النايم ما يضب على الحكومه ويطلعها، قبل يروحون يختلون بايران، هسه النوبين راح يروحون. احنا حكومنا من ايران استاذ محمد، احنا ايران تحكمنا فلوس، اذا ما تجي فلوس، اذا ما احنا كايران تقولهم انطروا ماكو. احنا هسه متقاعدين لحد هسه احنا ما جايه رواتبنا، ماكو رواتب عسكري، ماكو رواتب احنا عندنا لحد هسه ما جايتنا. زين شكرا جزيلا ام محمد من السليمانيه، وضحتي لنا جزء من المعاناه اللي يعيشها العراقيون في شمال العراق بالمحافظات الكرديه، يعني معاناه ان كانت على الاكراد او ان كانت على العرب الموجودين في شمال العراق الذين ايضا يعملون في وظائف حكوميه وغيرها ولا يتقاضون الرواتب حتى هذه اللحظه. معنا السيد ابو وليد من السليمانيه، تفضل. السلام عليكم اخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو امين، ابو امين وجيت. ابو امين، ابو امين تفضل. ابو امين شلون صارت وليد ما ادري، تفضل. اخوي بارك الله بكم على هذا القناه الرائع. اخوي بس اقول لك فد شيء. نعم. هذولا الان ان شاء الله مقضيين، هذولا متعلقين بايران. اقول نعلت الله عليكم يا ايران اللي دمرتوا خمس دول عربيه، خمس دول عربيه اللي والله نعلت الله عليكم بالله عز وجل. ان شاء الله ان شاء الله ما يبقي الملال في ايران. هالكلاب هذولا اللي قاسم سليمان يجي يحتل الكردستان، هذا الكردستان. سيد ابو امين فقدنا الاتصال مع سيد ابو امين. طيب فقدنا الاتصال، نشكرك سيد ابو امين. غضب ان ما يحدث الان في العراق هو بفعل ايراني، مخططات ايرانيه تسير، حكومه مقاده، ادوات بيد ايران، طبعا هذا وفق او اجماع حتى هذه اللحظه بالراي من المشاركين. من يوجد في السلطة هو أداة بيد إيران تطبقه فيها أو تسير بمشروعها عن طريقه في العراق، ضرر وأذية على المدنيين، انعكاس سلبي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية على العراقيين في العراق، بغض النظر هو في أي محافظة أو في أي جزء من أجزاء العراق. الكل يعاني، أهالي الجنوب، أهالي الوسط، الغربية، شمال العراق، الكل يعاني من الأزمات إن كانت اقتصادية أو خدمات أو إن كانت عسكرية وهجرة ومهجرين ورواتب وموظفين. عندنا رسائل نقرأها لحضراتكم. أحد المشاركين طبعا مبروك أرسل لنا رسائل أخرى، نقرأ من لم نقرأ رسائله. يقول السلام عليكم أستاذ محمد، تحية لك ولقناة الرافدين. الأكراد هم الذين جلبوا لنفسهم هذه المشاكل بتحالفهم مع المالكي الذي استخدمهم للبقاء في ولاية ثانية. هناك من يرى هذه وجهة النظر، طبعا تحترم. هذا الرأي أيضا هو رأي متداول حاليا، يقول البعض هناك يعني طبعا رأي ونسبة هذا الرأي ليست بقليلة، أن الأكراد يتحملون ما يحدث لهم، يتحملون المشاكل التي وقعت عليهم بسبب إصرارهم على البقاء في هذه السلطة. هذا جزء. الجزء الثاني بسبب إصرارهم على إجراء الاستفتاء بعد النصائح الكثيرة التي وصلتهم من جهات خشيت عليهم وخشيت على العرب الموجودين وعلى الأكراد الموجودين في شمال العراق من الأذى. هيئة علماء المسلمين، جهات كثيرة وطنية نصحت الأكراد بالابتعاد عن هذا الموضوع، لكنهم بإصرارهم دخلوا في هذه الأزمة. لدينا أيضا رسالة أخرى، يقول أحد المشاركين السلام عليكم أستاذ محمد. أستاذ محمد، الحكومة العراقية حكومة مجرمة تدعمها إيران عن طريق ميليشياتها مثل بدر والعصائب وحزب اللات، همهم الوحيد محاربتهم لكل شركائهم حتى يستأثرون بالحكم لوحدهم، لعنة الله وملائكته وكتبه ورسله عليهم إلى يوم الدين.
أيضا أحد المشاركين يقول: يا عراقيين يا من تعانون الجوع والأمراض والفقر والمخدرات والعصابات والبطالة، أي بلد لا تعليم لا صحة، سرقات، بلد مدمر، أسوأ بلد بالعالم، كم عدد الخونة والعملاء من العراقيين المستفادين من هؤلاء؟ يقول: أين المثقفين والأصلاء؟ أليسوا أكثر من الخونة؟ لماذا لا تغارون من باقي الدول؟ أليس العراق كان تاج العرب؟ انتخوا للوطن، حث من أجل القيام بتظاهرات، بغضب شعبي، بثورة من أجل إزاحة هذا النظام الموجود وهذه الميليشيات وهذا الفساد وهذه السرقات، أسوة بإيران. معنا اتصال. سيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. ألو أم أزهار، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حي هاي الإذاعة المباركة وحي العاملين بها. شكرا جزيلا. بالنسبة لموضوع الأكراد والحكومة العراقية، الأكراد أنا أتصور هو هسه خلي يتحملون كل الذنوب اللي صارت عليهم. ليش؟ لأنه هم من خلوا إيديهم بإيدين الحكومة من 2003 بكتابة الدستور ومع أمريكا. كتابة الدستور كله غلط. تأمنوا قاعد بالدستور غير هم الأكراد والشيعة وإيران ونفوا السنة أصلا منها، ولهذا هتخلي يتحملون جزء من السلبيات اللي مرت بهم. أما كان عندهم حكومة مستقلة وحدهم، ليش خلوا إيديهم بيد المالكي؟ وليش خلوا إيديهم بيد هاي العصابات اللي إجت من 2003 إلى الآن؟ فهو هسا نطلب طول ما إيران هسا انتفضت، وأنا حي هذا الشعب اللي انتفض، حي أريد إن شاء الله شعبنا انهض يا شعب، انهض وخلي إيدك بإيد إيران، الشعوب الإيرانية انهض على هاي الحكومة المجرمة حتى 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 نخلص من هالوجوه العكرة اللي إجت لنا من 2003 إلى الآن، حطمتنا، حطمت شبابنا، حطمت شيوخنا، حطمت أطفالنا، دمرت البلد، ما خلت شيء واحد يحكي يقوله، كل شيء متدمر عندنا في البلد. فانهض يا شعب، ليش نايم؟ ليش خايف؟ انهض، مقاومة، أين المقاومة؟ وما زار، أنا أشكرك، الوقت وقت البرنامج انتهى. طبعا برسالة أخيرة أحد المشاركين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قناة الرافدين الكريمة، أرجو منكم استرجاع برنامج برلمان التحرير. تحية للأستاذ بهجة الكردي وتحية للدكتور رافع الفلاحي. طبعا شكرا جزيلا لهذه التحية. وبالنسبة للبرنامج، حقيقة نحن نقوم أيضا بشكل آخر من البرامج التفاعلية الآن. عموما يعني شكرا لمتابعتك للقناة ومعرفتك طبعا بهذه الأمور. مشاهدينا الكرام، بالنسبة للقضية اليوم، إذن إجماع بالرأي على أنه ما يحدث الآن في العراق من أزمة كردستان وإصرار العبادي على المضي بهذه الأزمة وعدم إيجاد حل حقيقي لها هو بسبب الاستراتيجيات الإيرانية والخطط الإيرانية المرسومة من أجل إبقاء العراق في الأزمات وإدخال كردستان أو محافظات شمال العراق إلى هذه الأزمة، طبعا أسوة بباقي المحافظات العراقية، وأيضا ليكتمل المشروع الإيراني بتدمير الدول العربية المسيطرة عليها. الرأي الثاني: هناك من يحمل كردستان مسؤولية ما يحدث، الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على كردستان وتأثيرها السلبي على الواقع المعيشي للمواطن العراقي في شمال العراق تتحملها حكومة كردستان. يرى البعض بأنها هي الطرف الأول بتحمل المسؤولية نظرا للإصرار والتعنت وعدم قياس أو تقدير المقدار التأثيرات السلبية التي قد تعود على الأكراد نتيجة هذا الاستفتاء. المحصلة من هذا الحديث والخلاصة أن العراق يمر بأزمة، أزمة كبيرة جدا، أزمة خاصة في كردستان باعتبار أنه هو الموضوع، لأنه أزمات العراق لا حصر لها. أزمة كردستان أزمة كبيرة اقتصادية طاحنة، الآن هناك غليان شعبي قد يتطور فيما بعد إلى أمور
تخرج عن السيطرة، تتحول إلى قتال أو اشتباك، خاصة وإحنا عرضنا هذا الموضوع سابقا. الوضع في العراق الآن وضع تتحمل بالجزء الأول طبعا والجزء الأهم هي حكومة العبادي، بسبب دخولها في أزمات إن كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، ولا تكترث بالواقع المعيشي وبوضع المواطن العراقي. انتهى وقت البرنامج، أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.